يا لهوي، ده كان غرام وانتقام. غرام وانتقام من هذا العراقي اللي من تكريت؟ هذا العراقي اللي انا كسرت له فانوسه. ليش ما تزوجتيه؟ اتفقنا على الجواز. اوكي. وراح قال لمراته، متجوز هو. كان عنده ولد. قال لها انا عايز اتجوز وانا حبيتها وانا ما اطلقك. هي هو كان قريب صدام من تكريت، هو كان تكريتي. يا صدام. صدام. يا صدام. هو هذا كان قريب. قريبه. كان قريب صدام حسين. قريبه. تكريتي من تكريت. بيشتغل هنا عندكم بالسفارة مصر. ايام نبيل نجم السفير الدائم لدى جامعة الدول العربية، وكلمهم وقال لهم انا. ورادي اتزوجت. واتفقنا. وقال لي نبيل نجم، وقال استاذ نبيل نجم، وقال لمراته، وقال لي العيلة هناك، وبلغ الخارجية انه هيتجوز. كنت لسه بعمل ايه اعلانات وادوار خفيفة. المهم. اوكي. ما كنتش لسه احترفت قوي يعني. صرت تشنتنا ايه؟ انا اقسم بالله في اقل من اسبوع وانا خلاص وعرفته على ماما واتفقنا وهيجيب بيت فين وهنعمل ايه. أوكي. كان كريم كرم الدنيا. كريم ايش قدمك؟ كريم شنطاتك. انا فجاه لقيته اتنقل، اقسم بالله العظيم. ليش نقلوه؟ مراته بقى ما اعرفش، كلمت بقى العيله، كلمت هناك. مراته لزمتكم نقلوه قبل رجالك التراسه. معلوم هو ما كملش مدته هنا، ما كملش مدته. كريم شنو يعني؟ كريم شنو؟ هدايا، برفانات، شنو شنطات هذه؟ خذوا على السؤال. انا عايز اقول لك، في يوم واحد انا جالي 3 بوكيهات ورد على البيت، وانا كنت ساعتها ساكنه على ناحيه المطار. الامور الماديه شنو قدمت فيها؟ جايب لي دايموند، جاب لي دايموند، وجاب لي ذهب، وجاب لي برفان. طبعا طبعا. كريم كريم. بس انت كلت راسه. بس هو مسافر. لما فجاه لقيته بيكلمني، دموع انهيار. قال لي انا انتقلت لوزاره الخارجيه ولازم اسافر في خلال يومين. بتهزر؟ قال لي ولا دي شغله كبيره وصار مشاكل وصار شغل. طبعا. انا بس انا مش عايز اضايقك، بس انا مش هتخلى عنك. وانا قلت له لا، خلى وراح الله وياك. عايز اقول لك بس، ساب لي عربيته، كان معاه عربيه اساسيه، عمل لي تنازل عنها في جامعه الدول العربيه، وعمل لي تنازل سابها لي، اداني سيارته شيفروليه. ولما سافر بقينا نتواصل. ايام المشاكل بقى في العراق وكده، راح الله وياه. جاب توأم سمى غادة وعلي.